صباح الخير اخوان. اليوم ان شاء الله عندي واحد الرحله من تيفلت لمدينه خنيفرة، نتمنى ان شاء الله نوصل بها خير. يعني التوقيت ديال الرحله ديالي غيكون ان شاء الله في هذه الساعه هذه، وكما كتشوفوا دابا 95 دقائق دابا انطلاق مدينه تيفلت، الظلمه مزيره ان شاء الله. يتمنى النهار يكون زوين ان شاء الله وتكون واحد الرحله ممتعه، فابقى معي في الفيديو. شكرا لكم. علاش ضروري خاصك تجبد؟ ضروري خاصك تجبد البيسبولة. نزيد نشوف دابا. ضروري تجبد البيسبولة صاحبي. إذا ما جبتش البيسبولة يجبدوا معاك. البيسبول يا اخوان كما كتشوفوا، هذه العصا ديال العصا السيفي ديال 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 عوعو. كما كتشوفوا الاخوان هذه الدخله ديال ايتواحي، كدور ايتواحي. هاهي شتيها. انت خميس سيدي حيا كاينه 03، يعني ما كملش وقع على كولومبيا، فهمتي؟ المهم العزيز 19 كون باقي ليا، الروماني 60 والمس 70. تحية لكم.